أمير المؤمنين أقام الحدود، ما أقول له أقامها، ومعصوم أحسن من كل الخلق عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حقه يقيم الحدود. بس شوف شلون قام الحدود. تجي المرأة تقول له أنا زانية، فيشيح بوجهه عنها مرة ومرتين وعشرة، ويتعتعها ويدفعها، يقولها روحي. ألف مرة صارت قدامه مورد لإقامة الحدود. بلش كم مرة طبق الحد وأقامه فعلا، وكم مرة عفى عنهم. أنا على يقين 99% عفى عنهم. واحد بالألف هاي ما أريد أبالغ، طبعا واحد بالعشرة آلاف، واحد بالألف أقام الحد.